رايح وي. صبحكم بألف خير. اليوم الشمس بتوصل، وصلت بالحقيقة لبرج الحوت من حوالي ساعة بتمام الساعة 8:19 دقيقة صباحا بتوقيت بيروت، وصلت لبرج الحوت. يعني اليوم كل هالنهار بيبدأ في الشمس بتكون ببرج الحوت، لكن على الساعة 12:29 دقيقة ظهر القمر بينتقل من برج الشدي لبرج الدلو. يعني هالتغييرات بمواقع النجوم كيف رح تأثر على نهارنا؟ منبلش مع برج الحمل. قل له لمولود برج الحمل نهارك متناقض بالتأثيرات الفلكية، بطباعك بالأجواء الجيدة، أحيانا جيدة بتمشي أمورك ترجع بعد شوي بتوقف، في بعض التنوع بالأخبار بهيك نهار. يمكن مولود برج الحمل يمكن بعد الظهر يكون شوي أريح لك، قبل الظهر في شوي توتر، لكن إذا أنت بتحط مجهود إضافي بيمشي حالك بشكل جيد. الأكثر حظاً 2 3 و4 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الثور بقول له لمولود برج الثور الجو عنده جيد، وصول الشمس لبرج الحوت ببشر مولود برج الثور بارتياح بطمأنينة وبمرحلة فيها دعم لإلك، لكن ما تفكر إنه هالدعم رح يجي على طبق من فضة. ابتداء من اليوم بدك تسعى وبدك تعطي جهد إضافي لحتى الأمور تمشي. الأكثر حظا يلي بانتظاره رزقة أو خبر كتير حلو 24 25 و26 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الجوزاء بقول له لمولود برج الجوزاء قبل الظهر متعب شوي، بعد الظهر بتصير أريح الأمور والمساء أيضا، لكن ما معناتها أنه نحط حالنا بورطة أو أزمة ونقعد ننطر مين بده يخلصنا. الأجواء عند مولود برج الجوزاء دخلت بمرحلة بدها مسؤولية، بدها تنظيم، وبدها إرادة قوية، وبدها تحضير مسبق ابتداء من اليوم. والأكثر حظا 19 و20 حزيران يونيو. بالنسبة لبرج السرطان الأجواء رح تكون حلوة حتى تقريبا 20 أدار مارس، فلحق حالك، الأجواء تبشر بتقدم بانفراجات ويمكن بسفر، لكن من هلأ للظهر مولود برج السرطان يمكن مزاجيته ما تسمح له أنه يحقق اللي بيريده، طول بالك الأمور إلى تحسن فما تنزعها. والأكثر حظا 2 و3 تموز يوليو. بالنسبة لبرج الأسد الجو عند مولود برج الأسد بيصير أسوأ أو بيصير متعب ومرهق ابتداء منتصف النهار، فحاول مولود برج الأسد أنه تشاهل شوي قبل الظهر، تسير شوي وارتاح بعد الظهر والمساء، خاصة مولود 21-22 آب أغسطس. بالنسبة لبرج العذراء بيدخل بمرحلة مزعجة تقيلة مرهقة حتى 20 أدار مارس طبعا بسبب وصول القمر لبرج الشمس لبرج الحوت يلي هو برج مقابيلك بعكسك، برج خصمك، برج منافسك، لذلك عمول حساب عندك 30 يوم تقريبا فيهم ضغوط وفيهم مسؤوليات كبيرة. أما بالنسبة لليوم فمولود برج العذراء حاول تستفيد من الظروف الداعمة لك قبل الظهر، وكون حذر بعد عن السرعة والمجازفة كليا 11-12-13 أيلول سبتمبر. بالنسبة لبرج الميزان مولود برج الميزان الجو بيرتاح ابتداء من الظهر توقيت بيروت، بترتاح بتنبسط، هالغيمة ثقيلة بتزيح، انفراجات بتصير أحلى، بتصير أقرب منك، بتصير في قدر تشتغل تفكر بهدوء وبموضوعية، ومش بس هيك بتغير جو وبتتسلى، لكن ضلك حذر 21-22 أكتوبر. بالنسبة لبرج العقرب انفراجات بتبلش عن مولود برج العقرب، بلش المصالحات، لكن قبل المصالحات هنالك حوار، هنالك اتفاق حول أرضية مشتركة، قواسم مشتركة بينك وبين أهلك وأحبائك. يمكن تحس حالك شوي متوتر ابتداء من منتصف النهار. الأكثر نشاطا مولود أكتوبر. بالنسبة لبرج القوس مولود برج القوس العائلة بدها منك مسؤوليات، ضغوط، إن كانت مالية، إن كانت معنوية، إن كان حضور. الجو شوي متطلب عند مولود برج القوس، يمكن أحد أفراد العائلة مريض تعبان بحاجة لدعمك وحضورك وركدك وسعيك من شانهم. بعض مواليد برج القوس يمكن بيستثمروا بأرض أو بعقار إلى آخره. الأكثر حظا 24-25 نوفمبر. بالنسبة لبرج الجدي الجو كتير حلو قبل الظهر وبعد الظهر وبكرة وبعد بكرة، الأجواء مشجعة، وهنالك عند مولود برج الجدي رغبة في التقدم،
ما بتفرق معه، حتى لو بده يوظف أمواله، عم يشتغل على حاله، عم يشتغل على سمعته، على شهرته، على صيته، على كفاءاته. كل هالأمر بالنسبة لمولود برشجات يستحق الانفستمنت، الاستثمار، حتى يقدر ياخذ مثل المقابل، ورح بتكون كثير مبسوط. الأكثر حظا 26 ل 28 ديسمبر. أما بالنسبة لبرج الدلو، ما تنتظر أي جواب قبل 12:30 الظهر توقيت بيروت. من بعد 12:30 هنالك انفراجات كتير كبيرة كتير مهمة عن مولود برج الدلو، والجواب المأخر اللي صار لك فترة ناطره، اللي زهقك واللي ضجرك، على الأرجح بتسمعه بين اليوم وبكرة، والأكثر حظا 18 شباط فبراير. آخر الأبراج برج الحوت، وأخيرا وصلت الشمس لعندك مولود برج الحوت، لكن مسابة انه ابتداء منتصف النهار الشمس رح تكون ببرج الدلو وبترجع بتغرق بمرحلة انتظار وترقب تقريبا يومين. لكن جميع الاحوال كأن هيدي فترة استراحة، كأن وصلت على التوب وعم تستريح، عم تاخذ نفس عميق لحتى تنطلق بعد يوم او يومين. اجواء جيدة، لكن انتبه من تأخير، اكد حجوزاتك اذا عندك سفر او اذا عندك اي مسألة حاجز لها ابتداء منتصف النهار، لانه معقول تتاخر او تخيب لك املك. الاكثر تعبا 19 و20 شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم يلي بانتظاره سنه حلوه، سنه جيده، سنه بيركز فيها على حاله، على طاقاته، على خبراته، بيشتغل على المعرفه اللي عنده، ان كانت معرفه، ان كانت دراسيه، ثقافيه او دينيه او روحانيه. شباط فبراير، حزيران، يونيو واكتوبر هني افضل الاشهر. الى اللقاء بكره مع ابراج جديده. باي باي.